انا هنا عايزة اوريكم صوص المكرونة يا حبايبي. يعني في كل حاجة، مش هتحتاجوا تقدموا معاها اي خضار ولا اي حاجة. عبارة عن طماطم وتوم، واللي متقطع اخضر ده كوسة، طماطم وتوم وكوسة، وطبعا ملح وفلفل. والسائل اللي انتوا شايفينه ده هو المية اللي انا سلقت فيها المكرونة، يعني نتيجة سلق المكرونة بيبقى ساعات بيفضل مية كده، فدي بستخدمها في عمل الصوص بتاع المكرونة. فدي كانت التريكس بتاعت النهاردة في المكرونة. الصوص ده محطوط فيه خضار اللي هو الكوسة وطماطم وطبعا الثوم وملح وفلفل والمية بتاعت المكرونة. بعد ما يبقى شكله كده صوص، هنروح حاطين عليه المكرونة اللي احنا سلقينها، ويبقى مكرونة جميلة جدا. ده شكل الصوص يا حبايبي لما خلص، اللي هو الصوص بتاع المكرونة اللي عملناه فيه كوسة وطماطم وتوم وملح وفلفل والمية اللي سلقنا فيها المكرونة. يعني بعد ما بنسلق المكرونة بيبقى فاضل مية خدناها وعملنا بيها الصوص. الصوص ده المختلف فيه ان هو فيه كوسة، فكأنك بتاكلي الخضار والنشويات وكل حاجة مع بعضها في نفس الوقت، الخضار والنشويات يعني. طيب فهنحط دلوقتي عليه المكرونة ونقلبه ويبقى كده خلاص. ده كده حبايبي شكل المكرونة بالكوسة بعد ما خلصت. هفكركم عملنا ايه تاني. احنا سلقنا المكرونة، خدنا المية اللي سلقنا فيها المكرونة وعملنا بيها الصوص، كان عبارة عن ثوم وطماطم وكوسة وملح وفلفل وثلاث اربع معالق كده زيت زيتون. طيب المقادير للحبايبي اللي طلبوا المقادير، هنا في الحلة دي عملنا، دي عملنا 2 كيس مكرونة سباكيتي، خدنا 6 طماطم، 6 طماطمات يعني، وخدنا 4 وحدات كوسة، وخدنا 6 فص ثوم كبير، ومعلقة فلفل، ومعلقتين ملح، و3 معالق زيت زيتون. فاحنا ده الكمية اللي احنا عاملينها. لو هتقللي الكمية بقى يعني قللي الحاجات، يعني مثلا لو هتستخدمي كيس مكرونة واحد يبقى كفاية مثلا 3 طماطم و3 كوسة ومعلقة ملح ونص معلقة فلفل و2 فص ثوم بس. لكن الكمية اللي انا عاملاها دي عبارة عن 2 كيس مكرونة و6 طماطم و6 كوسة و6 فص ثوم ومعلقة فلفل و2 معلقة ملح و3 معالق زيت زيتون. وهنا مش فاهمه.